أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله بارك الله فيكم تقول: ولدي يبلغ من العمر 10 سنوات والحمد لله يحافظ على الصلاة في المسجد، إلا صلاة الفجر لا أرغب أن أرسله إلى المسجد خوفا عليه، فما حكم ذلك؟ أرسله إلى المسجد ولا خوف عليه إن شاء الله، في بلاد المسلمين ومع المسلمين أرسله إلى المسجد وتوكلي على الله عز وجل. نعم.